من يومين كان في لقاء صحفي مع رئيس بيج هيت والصحافة، سألوه هل بي تي اس هترجع في 2025 كفرقة كاملة ولا لأ، وكان رده قال إن هو بيتمنى الأمور تمشي تمام كما كان مخطط ليها، لكن للأسف ده ما حصلش، وإنه مش ضمن الأعضاء كلهم إن هم هيطلعوا سنة 2025، وإن هو مش ضامن إن هم بعد ما يخلصوا الخدمة العسكرية بتاعتهم هل هيرجعوا بنشاطهم عادي كفرقة كاملة أو لأ. ولما سألوا هل هيجددوا العقد مع الشركة ولا لأ، قال إن العقد لسه مخلص لأن عقد بي تي إس هيخلص 2027، وقال إن هم هيناقشوا الموضوع ده الفترة الجاية، وأكيد لو هيجددوا العقد أكيد أول ناس هيعرفوا هم الصحافة، وإن هو مش ما عندوش معلومة حاليا هم هيجددوه ولا لأ. وطبعا كل ده زاد قلق الارمي ان هما ممكن يتفككوا وما يرجعوش كفرقة كاملة، واللي زاد خوف الارمي كمان كلام جون كوك في بثه الاخير على الويفرز. جي هوب النهاردة كمان طلع ببث على الويفرز وقال ان هو عرف تاريخ الانضمام للجيش وانه قريب جدا، وطبعا عارفين ان جي هوب هو تاني اعضاء بي تي اس يتم تجنيده بعد جين.